نروح مع حضراتكم للقطاع الصناعي اللي هو بعد ثورة 30 يونيو شهد تحول كبير وطفرة وقفزة كبرى. التطوير ده ساهم في توطين الصناعة المحلية وتعميق المنتج المحلي بالإضافة لزيادة حجم الصادرات المصرية ودعم وتنمية الاقتصاد. تعالوا نشوف حجم التطور اللي حصل في القطاع الصناعي. القطاع الصناعي بعد ثورة 30 يونيو شهد تحول كبير وطفرة وقفزة صناعية. التطوير تساهم في توطين الصناعة المحلية وزيادة حجم الصادرات المصرية ودعم وتنمية الاقتصاد الوطني وزيادة دخل مصر من العملة الصعبة. كمان الدولة قدمت محفزات تشريعية واستثمارية وضريبية وتمويلية لدعم القطاع الصناعي وتنشيط القطاعات الإنتاجية لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. السنين اللي فاتت شهدت إنشاء الآلاف من المصانع والمنشآت الصناعية في جميع المحافظات، منها إقامة 17 مجمع صناعي في 15 محافظة تشتمل على 5046 وحدة صناعية. هنلاقي كمان في زيادة في عدد المناطق الصناعية من 121 منطقة في عام 2014 حتى أصبحت 147 منطقة صناعية حتى عام 2022. المناطق دي منها 17 منطقة صناعية بنظام المطور الصناعي بمساحة 22.9 مليون متر مربع، بالإضافة لإنشاء أربع مدن صناعية كبيرة. كل المدن دي بتعمل حالياً وعلى مساحات تصل لمئات الأفدنة، بالإضافة لمشروع مجمع الورش الحرفية والمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس. كمان تم الانتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية بكامل المرافق وجاري استكمال بقية المناطق الصناعية، بالإضافة لإعداد هيئة التنمية الصناعية 56.6 ألف دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية واحتياجات الجهات الحكومية والمناقصات الحكومية ومساندة الصادرات. الدولة أيضاً أصدرت العديد من القرارات والتشريعات الخاصة لتحفيز استثمارات ودعم القطاع الصناعي، منها إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج الصناعي المصري بالعقود الحكومية، كمان إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية وإنشاء مجلس الصناعات النسيجية وتقديم المحفزات والتيسيرات للأنشطة الصناعية وتيسير الحصول صغار المستثمرين على وحدات صناعية. أيضاً تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وغيرها من القرارات المحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي. كما تم إصدار نحو 29 رخصة ذهبية حتى أول مايو الماضي منذ تطبيق العمل بنظام الموافقة الواحدة بإجمالي استثمارات 10 مليار دولار.